10 جوازات سفر في قارة أفريقيا. في المركز العاشر تيجي دولة تنزانيا، واللي تقدر من خلال جواز السفر بتاعها إنك تدخل 73 دولة مختلفة بدون تأشيرة. وفي المركز التاسع دولة ملاوي، واللي تقدر من خلال جواز السفر بتاعها إنك تدخل 76 دولة مختلفة بدون تأشيرة. وفي المركز الثالث دولة كينيا، واللي تقدر من خلال جواز السفر بتاعها برضو إنك تدخل 76 دولة مختلفة بدون تأشيرة. في المركز السابع دولة اسمها إسواتيني، واللي تقدر من خلال جواز السفر بتاعها إنك تدخل برضو 76 دولة مختلفة وبدون تأشيرة. في المركز السادس دولة ناميبيا، واللي تقدر من خلال جواز السفر بتاعها انك تدخل 80 دولة مختلفة بدون تأشيرة. في المركز الخامس دولة ليسوتو، واللي تقدر من خلال جواز السفر بتاعها انك تدخل 80 دولة مختلفة بدون تأشيرة. في المركز الرابع بقى تيجي دولة بوتسوانا، واللي تقدر من خلال جواز السفر بتاعها انك تدخل 91 دولة مختلفة وبدون تأشيرة. في المركز الثالث بقى تيجي دولة جنوب افريقيا، واللي تقدر من خلال جواز السفر بتاعها انك تدخل 108 دولة مختلفة وبدون تأشيرة برضه. في المركز الثاني تيجي دولة موريشيوس، واللي عامله معدل نمو عالي جدا في السنه اللي فاتت، واللي تقدر من خلال جواز السفر بتاعها انك تدخل 151 دولة مختلفة بدون تأشيرة. في المركز الاول تفوز معانا دولة سيشل، واللي تقدر تخش من خلالها 156 دولة مختلفة بدون اي تأشيرة. وهيجي واحد منكم يسألني هي مصر في المركز الكام من دول افريقيا، هقول له ان مصر للاسف خرجت بره قائمة افضل 20 جواز سفر في القارة، وتقدر من خلال جواز السفر المصري ان انت تدخل 55 دولة مختلفة بدون تأشيرة، وده يعتبر رقم يعتبر في المتوسط ومش قليل قوي ولا كتير قوي، ولكن بالنسبة لدولة بحجم مصر فهو يعتبر قليل نسبيا. بس كده يا سيدي، لو عجبك الفيديو اتمنى تدعمني بمتابعة ولايك وشير، وشكرا لكم. السلام عليكم.